السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو هذا جديد ان شاء الله اللي هو مختص ان شاء الله اليوم في الصنعة ان شاء الله اللي تكون جديدة على القناة. هي صنعة الكروشي بحول الله. كي كتشوفوا ان شاء الله هاد لاناب اللي هي نزل عليها اللوازم هذه راها بالكروشي بالسوطاج مخدومة بالسقلي الحر ديال الشعرة ديال الذهب. هي هذا باش مخدوم هاد الكروشي. هذا كاين تحت منه واحد لاناب واحدة اخرى مخدوم حتى هي كنت شاركت معاكم باش مخدومة هكا تشنيف توا بالكروشي نفس ديزاين اللي عندنا هنايا في لاناب الفوقية اللي كلها مخدومة 100% كروشي بالسوطاج. كيف قلت لكم وخيط ديال السقلي الحر ديال الشعرة ديال الذهب هو هذا كي كتشوفوا تبارك الله. مهم دابا ماشي موضوعنا هو انا نوريكم لاناب فايتا شاركتها معاكم. دابا الموضوع ديالنا ان شاء الله غادي نشوفوا اللوازم بحول الله. ان شاء الله هاد الانطلاقه هادي ديال هاد الورشه ديال الكروشيه ان شاء الله راه ملي غادي تعلموا الغرز الاساسيه وتقنوها معايا وتتبعوا خطوه بخطوه وتديروا جميع التعليمات اللي غادي نعطيها لكم بادق تفاصيلها فان شاء الله غادي تقنوا اي موتيف واي موديل شفتوه سواء في الكتب او سواء هكا مخدوم هي قبالتكم تقدروا تخدموا اي حاجه بالكروش. يعني الكروشي كيف كيعتمد فقط على التقنيات ديالو والتمارين بالاصابع ضروري من بعد كتقدري تقني اي حاجه. بطبيعه الحال خصك تعرفي كيفاش تخدمي الاشكال يعني واش المستطيله ولا الدائريه ولا المنحرفه فمن بعد كتقدري تخدمي اي شكل اي موتيف فقط كيخصك غير يعني المفاتيح ديال الرموز ديالها فقط. بالنسبه للوازم هي بسيطه ومعروفه وسهله انك تخدمي بهم. كيمكن لك هاد اللوازم اللي غادي نعطيه لكم تمفين ما مشيتي تخدميها ديريها في الصاك ديالك وتخدميها في دارك عند الناس تخدميها وانتي مسافره انتي في لابلاج انتينا في جالسه في جريده انتينا مشيتي لواحد تجمعي مع الناس تجبدي حداك صافي كتجبدي من الصاك ديالك فقط الخيط اللي هي يعني تكوني انتيا بالرغبه ديالك واخداه سواء الشكل ولا النوعيه تتاخدي القطب معاك فقط هادشي والمقص خلاص. وبعض الاحيان حتى المقص كنستغناو عليه الا نسيناه دغيا كنقطعوا هاد الخيط هذا. فاللوازم هي محصوره وبسيطه لكن انا نعطيكم الاساسيه ومن بعد نعطيكم فكره على بعض الحويجات ماشي كلهم ولكن غير كفكره بسيطه. اللوازم الاساسيه اللي خاصها توفر عندكم ضروري هو الخيط ديال الكروشي. غادي ناخذوا هاد البوبينه هادي كيتسمى الكوردون. هذا الكوردون كاين الكبه الصغيره والكبه الكبيره والكبه اللي كتكون وازنه. عندنا هذا الكوردون هذا هو اللي كنتعلموا به في الاول انه كيكون سهل في التعامل معه ما كيكونش كيتشنتف تتكون الزغبه ديالو واقفه ما كتكونش مزغبه بزاف الى ما غير ذلك. فنعجيو تاخذوه اولا حرصوا على اول حاجه ملي تكونوا كتعلموا تعلموا باللون يكون مفتوح كذلك حاولوا تاخذوا الكوردون اللي يكون الشعره ديالو هكا متوسطه عاديه ماشي الرقيق وماشي الغليظ بزاف. هذا باش كنتعلموا به في الاول. بالنسبه للغرامات ديالو هذا عندي فيه 50 غرام يمكن لكم تاخذوا 100 غرام الا ما غير ذلك. هذا 50 غرام كيسوى 8 دراهم 160 ريال لهاد الكبه ديال 50 غرام. كتشوفوا فيها كيعطيوك التعليمات الى كروشي تخدموا به. بالنسبه لما كتعرفش تشري الكروشي الا بالرقم هذا هو عندنا هذا اللون وعندنا كذلك هذا اللون. نتوما ملي تجيو تاخذوا اللوازم اللي غادي تتعلم معنا ان شاء الله خاصه في الدروس الخاصه ضروري غادي تاخذي ليا على الاقل جوج دلوينات مختلفين يكونوا مفتوحين عاوتاني ما يكونوش مفتوحين بجوج ومتقاربين بحال دابا تاخذي ليا البيستاج ومع واحد الصفر اللي قريب له لا حاولي تبعدي بيناتهم باش يبقى لك باش بقاي تفرقي ما بين ملي تجي تدخلي لون على لون فهمتوني في التعليم. الجرامات ما كنتاخذوا اللي بغيتم احسن خذوا هذا الصغير لانكم عاد تعلموا ويمكن لكم تفتقوا تولي تستعملوهم هم دابا تعلموا خذوا هكا كبه صغيره 50 غرام. بالنسبه
الصوف تاخذوا لي كذلك هذا الصوف العادي، هذا الصوف تيكون هكا غليظ وما تيكونش مشنتف، كاين اللون السامبل وكاين هكا مزرول، اللي بغيتو تاخذوه ما عندناش مشكل. المهم هذا هو الصوف لي مارك، ما عندناش مشكل، كلشي مزيان، غير حاولوا تاخذوا الفيل ديالو يكون ماشي فيه الزغاب، ما يكونش حرش، ما يكونش عاوتاني غليظ بلا قياس، فهمتوني؟ غتاخذوا ضروري الكوردون وواحد الصوف. بالنسبه للقطبان اللي غتستخدموا هما هادو، انا دايرهم في هذا البوشيت، هادو كاينين بزاف صراحه عندي، دابا نجبدهم لكم كنستعملو ما نوريهم لكم، حيت دابا عارفين يلا رحلت، كي شفتو غادي نشارك معكم شي حويجات باقيين عندي في الكارطون. ها والله الا مازال ما سبتهم في المجرات ديالهم، لان مازال كنرتب مسائل ديال الخياطه ديالي، حيت درت فيه بيت خاص بورشه الخياطه، فكنرتب شويه بشويه، كندير لي زاتاجير، بزاف المسائل كنصوبهم دابا. بالنسبه للكروشي كاينين بزاف ديال الانواع، دابا انا عندي هنايا غير هادو ديال الحديد اللي عندي هنا، غادي نجيب لكم واحد النوعيه ديال البلاستيك منين نلقاهم غادي نحطو لكم كذلك، منجي نعلمكم غنبقى نوريكم كل مره حاجه. بالنسبه هادو، هادو ديال الحديد العادي القدامين، هادو اللي كنا كنخدمو بهم شحال هادي، كيكونوا فيهم واحد الارقام، هاد الارقام والمليمتر كذلك، غنوريكم عن قرب، نحاول انني نوضح لكم الصوره. ها هي شفتوا، تيكون هنا عندكم واحد الرقم، نوريكم في هذا باين مزيان لكم، ها هو مثلا هذا رقم جوج، كيف لاحظتوا ها هو الرقم باين، رقم جوج كي شفتوه، ها هو كيكون فيه الرقم هنايا، تيكون جوج 11 7 0 الى ما غير ذلك. ملي كتقلبوه كتلقاو بالمليمتر، هذا 1.50 1.5 مليمتر. بالنسبه ملي غتجيو تاخذوا هاد القطبان ديال الكروشي، غتجيو تاخذوا البوبينه ديالكم، ها هي كيكون فيها واحد الورقه هاك، غادي تلقاو فيها هنا المعلومات، هو الكروشي رقم جوج وديري له 1.2 عفوا 1/2 هي 0.50، يعني انتم غتشوفوا غير رقم جوج بارك عليكم، يعني يمكن لكم تخدموه بجوج ولا حتى بثلاثة، ولكن سبقوا دائما الرقم اللي كيعطوكم في اللوم الاحسن هو رقم جوج. هو هذا دابا اللي عندي، عندكم هادو كاملين تيكون فيهم الارقام، هذا الرقم ديال اللون نوري لكم، هذا هنا كيكون الغرامات، هنا الكروشي، وبالنسبه مثلا بحال دابا هذا كيعطيك الكولور، ما دار الكولور رقم 12 ماشي هو الكروشي، الكروشي كيكون مكتوب بوحدو. كاينين شي وحدين ما تيكونش مكتوب فيهم اناق طيب غادي نخدمو به نهائيا، كيعطيوك غير رقم ديال اللون. فشنو غادي نديرو حنايا، غادي ناخدو مثلا الا كان عندنا مكتوب الرقم هنا فهي الحاله سهله، هو هذا الكروشي ديالو، كتشدي الزغبه ديالو وكتشدي هذا القطيب وكتهزي به الخيط، الا لقيتي هذا الخيط عفوا، الا لقيتي هذا الخيط كما هكا، يعني هازو، يعني ماشي الخيط كبر من داك الفجوه وماشي صغير عليه بزاف يقدر يهزك جوج خيوط في داك الفجوه، لا يعني يكون هكا حدو قدو، هذا هو القطيب ديالو. دابا هاد القطيب ما نقدروش نخدمو به هذا الصوف غليظ، لان الا هزينا به ها نتوما كي كتشوفوا ها هو الخيط كثر من داك التجويفه اللي عندنا في القطيب، هذه هي التجويفه ديالو شتي، يعني هذاك كبير الصوف كبير والقطيب صغير. شنو كناخذو، كنبقاو نشدو عند مول الكروشي، هو يقدر يساعدكم بطبيعه الحال، المهم نتوما الا بغيتو تشوفوا راسكم الاحسن تاخذوا القطيب اللي عادي يجي فيه، هذا محال حتى هو واش يجي، لحقاش عندي القطبان الهير كيف قلت لكم، المهم كيخصي يجي القطيب كيف وريتكم في هذا، يعني الخيط يلاه في التجويفه قدو حدو، هذاك هو الخيط ديالو، علاش باش ملي نكونو كنخدمو
ما يكونش عندنا مشكل ان يهز يفلت لينا الخيط على القطعه ملي بغيو نهزوه يبقى يطيح لينا، وهذا الشيء غادي يقلقكم في الخدمه وما غاديش تبغي تطلع لكم خدمه دغيا، خصوصا المبتدئات يكونوا عندهم ستريس في التحكم في الاصابع. كذلك الا كان هذا كبير تشويف كبير والصوف صغير عادي يبقى يهزك جوج الخيوط، يعني تجي تبقاي تسحبي عتبقاش تسحبي غير الخيط اللي بغيتي، يبقى تجر لك مع الخيوط الاخرين اللي انتي ما باغاش تهزيهم، وهذا الشيء عادي يبقى يخربق الخدمه ويغلط عليك وتبقاي تفتقي وتعاودي تفتقي وتعاودي. صافي كنتمنى الامور تكون كلير. عندنا هادو هما اللوازم الاساسيه ما عدا كذلك المقص، كذلك عندنا هكا عفوا الخيط ديال الكروشي، عندنا القطب ديال الكروشي، وعندنا المقص. انا اللي غيتبع معايا في الورشه الخاصه خصو ياخذ ليا جوج اللوينات وياخذ من هاد الكبات وياخذ لي كبه ديال الصوف وحده وياخذ لي القطب اللي غيوالمهم. بالنسبه هذه كتسوى 10 درهم الصوف، ولكن انا حيت خديتها ملونه يمكن لما كانتش ملونه غتكون قل. كاينين بزاف د انواع اخرين اللي كنخدمو بيهم، هادو هاد البوبينات هاد الكبات كنخدمو حتى بالديمسي هذا اللي تيكون هكا تنخدمو بهم. المهم بزاف الانواع هنا عندي بزاف، مهم كاختصار عندنا هادو الخيوط اللي تيكونوا على هاد الشكل، هاد خيوط كيتسربوا يعني تيكونوا على هاد الشكل هكا مطفور كنسحبو خيط بخيط. هاد الشيء كنخدمو به ولكن ماشي كنتعلمو به دابا، دابا ان شاء الله اللي غيتعلم جديد عادي استخدم ليا الكوردون واستخدم لي الصوف والقطبان والمقص ان شاء الله. وضروري كذلك واحد العنصر اللي هو الورق والقلم، دفتر والقلم، ما تاخذوش ورق هكا مشتت، خذوا دفتر ملف حاولوا روجيستر باش تبقاو تقيدوا في داكشي اللي غادي نقول لكم ديال الغراز. صافي كنتمنى ان الامور واضحه. وواحد المساله كذلك اللي خصكم تاخذوها كذلك، ماشي ضروري يكونوا بحالهم ولكن راه متواجدين في ما محل كيبيع بعض الصوف وهذا الشيء كيكون عنده كتباع 10 ريال الحبه. هاد الفنيتات هاد الفليلات هاد هما اللي كنثبتوا بهم الغراز، اللي كنعلموا بهم عفوا الغراز ملي كنكونوا كنتعلموا. حتى اللي ما كتعلمش راه كتكوني كتخدمي واحد الشكل تيخصك تكوني ضروري معلمه الغرزه اللي ديال السيرك اللي باديه به. فهما هادو تيكونوا فيهم هاد اللوينات ديال البلاستيك تيدير 10 ريال الوحده، راه متواجدين بزاف. اللي ما لحقاتهمش وما لقاتهمش يمكن لها تستعمل هادوك الفنيتات العاديين، او تقدر تاخذ بهم هادوك القباطات ديال الوراق. صافي المهم هادو حتى هما اساسيين اللي قلت لكم ما عندكمش يمكن تستعملهم، اللي قلت لكم الفليلات اللي كتسدوا او حتى دوك القباطات المساكات ديال الوريقات. صافي هادو هما اللوازم ديالنا ان شاء الله، كنتمنى تكون واضحه وراها بسيطه وما مكلفاش نهائيا هاد اللوازم، ويمكن لك تديهم وتجيبيهم فين ما مشيتي وفين ما جيتي، ما كيتقلوش وخفاف وبسط وممتعين في الخدمه وخا تكوني في مكان عام. فكنتمنى لكم التوفيق واستمرار ان شاء الله عادي تكون على الدروس في الخاص بحول الله، وكذلك هنا عاد تكون بالمجان ولكن الدروس غتكون محصوره وعادي تكون مقلصه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.